بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، وحاسكرتا قينا هدو إلهي راهدو بشنان كوكودا جرنو وبشي نبي صلى الله عليه وسلم هجرودي وهجرة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبشي ماركتا وهجرودي نبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهجرودي وبشي ماركتا لقئري نبي صلى الله عليه وسلم مكة وبشي أكبحي بلدك أجعلاه طلوم حالو إريو اللوغة ساري مكة طلوم حي تلكي كل علوبين مرلول بيكوها استين سيدا إناغا وقتغان هذا الدعضة ممال كالايس كوها استين سيدا اللو بدينيهي محاي تاي سبب تلو إري نبي صلى الله عليه وسلم ما أها وحاسو دن مال ودعي ماها ليقو دادينا ماها لولو قصب كو قبصدين ماها لكن سوحايكو إريان ويماركتا كل علو بي النبي صلى الله عليه وسلم إنو بدبادية ضدك إنو بدبادية أمدن إنو بدبادية أو كسارو مقدقة يكو جيران ونصارو نور وصارو هجرادو سبب تهدو تاسا يهيد. أيها الأحبة الكرام، مكا البابدة أي صوحرتي والنبي جاني بارقاها نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي جاني صلى الله عليه وسلم ها أفضل الخلائق أي الباب ذا يكسو حرتي مدير وكوبا أي النبي صلى الله عليه وسلم لقى قصاري مكا يكرد شيء أو كبر باري نبي صلى الله عليه وسلم مكا يبيه دعبي هو ذي أقاتي مكة محيلة هذه مركة أهل كيدي محيلة يهين بح بيكلين أخرج طلوها الكوب بحية موجد هدي أي كتج لها ينفعنا لها إذا سوى ماركتها نبض قبى سوى عافي ما تقبى سماركتها وأبحوا هدي سلا كدين لها ينحكى ونكسنا لها لكن سوى حي دونين إن مكة كساران ميت كيسة كساران وحقا يقبورها يوسسكوتيان أما إن حران وحبس أي جليان أما إن يدرك بك أنفيان يدرك بك إريدان ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وحسن للنبي صلى الله عليه وسلم مركا يكون لك ريانك وان قال ذا سيكون حران أما يكون دلان أما إكاغا ساران باماركتا دولك إكاغا ساران وينكو دقريان إلهي بانا وحكاب دقرتا إلهي أيا ماركتا كابا المرين والله خير الماكرين كابا المريو مكري قودة يحمانتا إسامينين كابا المريو إلهي باوكو خير بطن كفارتي قريشين وحي حسار كسامينين قريق أدقان النبي صلى الله عليه وسلم محايا لي وحاو كوري من مسالح دودي نبي صلى الله عليه وسلم أصنامتي عابدين يحمانتي أي سميني الظلمي أي سمينيين يوحي به ماركتا كل عيين أي النبي صلى الله عليه وسلم كوريم أن دائما أهل الباطل أما وقته رأى هذا أما إمكاء هذا مركز تا مبادئ دودة وحي كقادان حملاء كقادان ساي ماركتا ظلمي غاي ومدو وغو سمييان حقا اني لهينا يقصب اوقاتان معسيا كستا يشاوا كستو اي سمينيان يحما كستا يكود عيان ظلمي اي يكو سمينيان مركا النبي صلى الله عليه وسلم قريش وطلقي اهي وددكي جعلاء اها وددكي ماركتا يؤدواء اها وحسار يكو سمييين قريقيس اي ماركتا هريريين iyagoo seefahoodi la soo baxay rabana marka uu soo baxo inay dilaan halka marka la joogo
وفيرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيس نمديس يشجع عديس تاسي أو مارك تاي وتصي نمنكي كفارتي نمنكي مشركينتي وتصي كما أمنا بقل وقد صوبحي يغو أركي أي مارك تصوبحي لكن سي إلهي سبحانه وتعالى إن له إن له ذيك اللابي إساقو ما أنسدا سيف مودا لكن سيغو سيفي هايستان انتو عيد قاضي أي ساء وقدل شيري كبعد إلهي سبحانه وتعالى وسيحيي إن له أي سوق قبتين وسيحدين كبعدنا الكاسو كدح بحي نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قوان كي سوحا قوانا دك وحا مارك تا ويري هدي عاد عيادة ميدك تيد الله صوصار ووحنا سورة قلين دايا حنبيد حدايد الله صوصار والأناركو مرنا بكمتك يبوري نبي صلى الله عليه وسلم إلا إيان حقيجيو وما ركت عالم كي قادوا لا إله إلا الله ملك الجبرير باويمد عليه السلام وحنا وشيغي إن ما ركت قلدي خصومتي ما كسهر جيدي إني قريقي سكوهري ريسيهين دونيان إني دلان أي دونيان وحيو للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا جسني ماذا أوفيرس بالروح ذا سرين تهدى يوناك يدى أوفيرس نبقوا صابحي بلا سيف سوى سيف ستان جر لكن سيئاق محي وطان سيفه ديو قلقا إيكا سارين وصابحي سوى وحما ركتا الليب أما ما ركتا الرمحي عنا سيدن إياق نوحي ستان ليب بكودي حفنا من التراب يساو عن توب الساسوق شيري فألقى الله النوم عليهم إلهنا سبحانه وتعالى هرداء يكردي ويسيحدين سافهين ويكردعين دور ميلود أيان أفير سنين وحنسكر تاقينا وقت ما ركتا شانية طبان قرن كهر نبي صلى الله عليه وسلم دروس تان كبرانين نبي صلى الله عليه وسلم سيردي سينوسو قدسي توقوه الرئيسة وحوي درسك توكلك إن إلهي ترى صارنا سبحانه وتعالى أمر كيننا أن إلهي بندقنا ووفوض أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحوير أمر كي إلهي بندقيا على لسان أحد أوليائه أولياء الله أيا وحوير ووفوض أمره إلى الله أمر كيغا إلهي ينبندقيا إن الله بصير بالعباد إلهي نواك أدومه سأجيد أركيا فوقاه الله سيئات ما مكروا إلهي نواكبت بادي ومكرقي يحمانتي أي سمينيين بل ما توفير صددكين وحي مارك توكلك وحي أرمي سيهين إيا إنك قوليستان وحي مسكحة كوهيانو أنا على أرض الواقع أنك تدبيقين حياة دودا إنكو تدبيقين لكن سمحي ليهين إلهي بان تلسارنين في أذهانهم ما ركت الذهنك أمبيكوها يعني لكن سعمليا وما إن سمينيا وحوي أجبا ما يكون عند الله تدكو قف ليسنا ينقضين إلهي أكتيسا كلمة دا لا إله إلا الله ما أنت وقالب الله نقضي ودر كيسان يعني إسلام كعليس كيربت لغوهي وحي كردق إيسا الدويدني دليل أي كردقيسا قف ما ركت فلئة أو ما ركت جبانة أو كلمة حقا أنا مرنا بكل واقع كريم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميلة تعيس عبد الخميسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحودوني إنو الدسجيل جيسيالة ومدي يقى كمده ما ركت الروح دي سديبه مدحي سديبه لأجل لا إله إلا الله إن أديب إن أديب لأجل منهجه إن أديب لكن دال لمد وقصت القلوب لكن سما ركتا وقت قول ديرادي قلوبتنا ويقلشي منهج كينا ولا إلوبي منهج كي إلهي سبحانه وتعالى ومدينا وحي نقطة مدكو نول وحنا ما ركتا خواء وحفار وقمرا حق عقيدة بيكمريهين
waxay noqdeen akhwama takunu min albashar dadka kuwan ugu fuleysan bay noqdeen dadkii ma aragta muslimiinti u fiirso waxay ka baqayaan bashar bay ka baqayaan intii ay ka biqi lahayeen rabbiga rabbigooda talabaad ay ka qaadanayna darsiga labaad ee aan ka qaadanayna waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga ayaa xiftinaya awliyadiisa cidibaysa ma jirto cidibaata u geysanaysa ma jirto haday la damcanina xabsi haday xabsiyaan iyo haday dhib kale u geystaanba ilaahay baa ilaalinaya subhanahu wa ta'ala inna lanansuru rusulana walladina aamanu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhaad yowma laa yanfacu aalimiina macdiratum walahum lacnatu walahum suu daar ta saddexaadan ka faa'iidaysanayno waxa weeye tadxiyada in tadxiyada la dhiibo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa mashquuliyey oo maaragta fii aakhiri anfaasihi iyo akhawaadirtiisa iyo afkaartiisa iyo maaragta maalkiisa iyo ahalkiisa iyo ruuxdiisa intaba nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku mashquuliyey lilaah ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala ilaahay ayuu ku mashquuliyey xagga ayuu mar kasta ku mashquulsanaa wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaan jeclaan lahaa in la idilo oon soo noolaado oo haddana la idilo oon soo noolaado oo haddana la idilo oon soo noolaado nebigu sala allahu calayhi wasalam maka wuu ka haajiray isagoo la eryanayo oo laga eryanayo meesha ku dhashay ee uu ku barbaaray markuu maka bannaankeeda u baxay sidaa ayuu usoo fiiriyey isagoo maka la hadlaya waxa uu ku yidhi maka wuxuu ku yidhi wallaahi innii la akhruju minka wa innii la aclamu annaka axabu ardillaahi ila allah waan kaa baxayaa buu yidhi makooy waan kaa baxayaa anigu oo og dhulka ilaahay xaggiisa loogu kalgacayl badan yahay inaad tahay wa akramuhaa cala allah ilaahay xaggiisana dhulka ugu karaamo badan inaad tahay walowlaa anna ahlaka akhrajuunii minka maa kharajtu haddayna tolkaa iga kaa saarin marnaba kaama baxeen buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo sidaa u jecel maka ayaa laga saaray riwaayad kale waxaa ku sugnayd wallaahi innaka laa xabu ardillaahi ilaya waxaan ku dhaaranayaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam makoy dhulka xaggayga loogu kalgacayl badan yahay inaad tahay waa xabu lardillaahi ila allah dhulka ilaahayna dhulka loogu kalgacayl badan yahay xaggiis walowlaa anna ahlaka akhrajuunii minka qahran maa kharajtu haddii aanay tolkaa qasab aynay igaga kaa saarin marnaba kaama baxeen riwaayad kale waxaa ku sugnayd nebigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allaahuma innaka taclamu annahum akhrajuunii ilaahigay waxaad ogtahay inay iga saareen maka min axabi lbilaadi ilayka dhulkii xaggaaga loogu kalgacayl badnaa inay iga saareen rabbigay waad ogtahay buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam faskinii axabu lbilaadi ilayka ideji dhulka dhul loogu kalgacayl badan xaggaaga ideji ka bacd uu ilimeeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam ka uu tegey ayuhal axibatu lkiraam bishan oo kale sidaasoo kale waxaa isna laga eriyey beledkiisii daaciyatu lawal zamiilun lahu calayhi salaatu wasalaam saaxiibu nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam saaxiib ma aragtaa nahjigiisa iyo siiradiisa iyo socodkiisa iyo dacwadiisa oo kale waa muusa calayhi salaam wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiya wanasiira saasoo kale aanu yeelay nebi kastaba cadow aan ugu samayno mujrimiinta ka mida rabbigaa ayaa ku fidan mid u xanuuniya oo u gargaara nebi ilaahay ma soo saaro ilaa iyo ilaahay wuxuu u diyaariyaa qolo cadow ku ah laa yucathu nabiyun ilaa waqad haya'a allaahu daaqiyatan daaqiya ma aragtaa kibir badan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam abu jahal iyo asxaabtiisi ayaa ka hor yimid nebi muuse calayhi salaam isagana waxaa ka hor yimiday fircoon iyo asxaabtiisi ayaa ka hor yimiday bishan muxaram ayaa muuse la saaray isagoo la eryanaya min masar ayaa laga saaray ayaa eryanaya fircoon almujrim isaga oo wata 600 oo kun oo askari fastakhafa qowmahu fa adaacuuh way yaraysteen buu yaraystay tolkii buu yaraystay fircoon wayna addeeceen yacni dullinnima ayuu ku qabsaday xoog qahri car hadal carba maaragta meel kale mar cad cid kale rumee cad ma waxaa ku dhaqaaq oo saasoo kale yacni waa qasab ayuu ku qabsaday iyaguna way rumeeyeen shucuubta haddaba loo soo diray nebi muuse calayhi salaam way eryeen iyagoo doonaya inay dilaan inuu xoreeya ayuu isaguna rabaa
أو كحري كحري الظلمية يمجدك أي كجيران لكن سمحي ليه مايا وحضانا إنه كسر من الظلمات إنه كسر إلى النور صار ويجون محي ليه لا وحضانا يا أن يرفع رؤوسهم مدحود إنه كرو قادو ضد شرف له إن النقدان يجون محي ليه لا بدي بكور تبت سو السعودين نبي مسيح جيش كيس يعيد ضد كلا السعودي يتركي وح كوري مد بدي قال لهم حاكي حجة عيدا كي فرعون أياد دب السعودة وحكتم بيوا مارك تجيش كي فرعون يقعد مارك تو حكت وجري ودل بدن هذا يسكت وران ودمشق لا بدر دين عدناكم مرون أين المفر طلوا هالكير لو عرري إلى الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلهي سبحانه وتعالى أجيب ديس وامد دك بدن وامد ماركتا أصور دقصان إساء دوميه سمرك أي إلهي بريان نبي موسى قعمها يكرو تاغو إلهي ببري إلهي نبضي بأفري أيها الأحبة الكرام بشن يوم عاشورة ومالنتي نبي موسى عليه السلام إلهي بدبادي ومالنتي نبي مركو يمدين مدينة ويمي ديغو صوميا وحكوية محاد صومي سان مانت وحكوية لهذه ومالنتي إلهي بدبادي نموسى مركز وحري نبي صلى الله عليه وسلم أنك أي أيدين كغا حق بدن نبي صومي صحابة دي سينوح عمره إني صومان يوم عاشورة إني صومان سدح مرتبة أيولي سدح درجة أيولي هي صوم كيوم عاشورة سدح ذا درجة وحوي أيها الأحبة الكرام إن أدمالي تا أنصانتو وهالك وقوهو سيسا نبي صلى الله عليه وسلم وحيد هذه سنة كدنباء أنقارو مالي تساقالات نوان صومي مركا إن أدمالي تساق مرتبة كوادوا مالي تا أنصانتو نبي صومي صلى الله عليه وسلم مرتبة اللبات وأنا صنط مالين تكوه الرئيسة يا مالين تتبنات تاس مالين تسجال كأيتاي يا مالين تتبنات أيتاي صنط مرتبة السد هذا وصل الرئيسة وحوي إن مالين تكوه الرئيسة صنط مالين تتبنات صنط مالين تكوه يتبنات صنط السد هذا سباد صنط تاسنا وحي كم تاي توقف فضل قبضنا مركاين كود دالو محا مركا فضل جي أجر كجرا محوي هاي وحلا قول دافع يا صنط كي أتصور دافع يا وحي دم بكار دعي لغو قد عفيا هدي إلهي كاقبلو إلهي وحوي ديسانينا إنو إلهي نقاقبلو أيها الأحبة الكرام إن يرو كلايا اسمارك تيسكو برارو جنينا أيها الأحبة الكرام وإن كو برارو جنو ولا ليال انتانا اللعنة دوينة قسو ديك إنا انداك لقاد نوو وإن قفكو كنو أولادو حشوت إيا خير إنو كنو أولادا إيا فيعن وإن أنو قنو حشاتك وين ندبوا نقولنا أيها الأحبة الكرام حشاتك ويرانيا مربى مركز كدم بيسا هوس بحشاتك أصير دعيا وحمان مارك تقف مركو حمان تعدى يستو مارك تأوب بريرو وحكد لنا يا فساد الدنيا والدين أيها كد لنا وحا يرانيا ودمانا يا حشاتك با يرانيا ودمانا وحا مارك تاس عفادي أيا بربورة يصير دور سنانتي با يا دعوة ميسا قبيحة أي وحي كوجي ديسا إلى قبيحة أخرى خبيسة كستابة وحي ماركتا كدالانيسا حمان كلا أي كدالانيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله خاصة والعامة رواه أحمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما عذاب ضدك عامدة أنت خاص كي حمان تسمين إيسا وما عذاب فعل كي حمان تسمين إيسا وما عذاب إلا إيوه أي أركان منكر كي سمين إيسا أنت خاص كي يقول دحدي ذا كو سمين إيسا ووليب أود أوليه إنه قعنت كقبتان كبعدنا إيكا مصان إيكا قبن وايان وإنكير وايان هذا إيسا بعده خاصي عام بإلهي وعذاب يساس لنبي صلى الله عليه وسلم وحلو باهي أيها الأحبة الكرام عفا دورساني وحلو باهي نفتا إن حفظيو ووحا حمين أيا يوح مارك كرامة دي مارك تشويهين يفول حمين أيا وروح يوناك كساريا إن لغا دورسادو إن لغا إلاليو إن فواحش تلقو دعو
in laga dhowrsado xumaanta maxaarimta iyo in ma aragta waxyaabaha muruuada dhaawacayada in laga fogaado in laga fogaado islaam bila khuluq wuxuu noqonaya jasadun bila ruux akhlaaqdu waxa weey ayuna xibatul kiraam jamcul khuluq والخلق بضم اللام وهو الدين والطبع والسجيه والدين تأي الطبعه إيو وناك قفك أسميني خلق وحا لغا عبري سورة إنسان كأي لغا عبري خلق سورة الإنسان الباطنية باطن كأي لغا عبري لكي شعر كأي وحيري إنما الأمم أخلاق ما بقيت فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ومضوا يددك وحوي وأخلاق أنت يمارك أخلاق أنت باقي كويهين أنت أمي أمدا سجرتها لكن هذا كتغان هذا أخلاق دي أي تكتو يقنوا ويتغينوا بابايا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم أتما وعويلا هذه قوم أخلاق دو دا أي داو عن طوح لغاران kutuko khalas way dhintay kuwaasi hadaba xishoodka iyo dhowrsanaanta iyo xushmada iyo surnaanta iyo taqwada waa mid loo baahan yahay ayu laxibatul kiram diin kastaana waxay leedahay khulq islaamka dabeecadiisa khulqun wa haya al xishood xishoodku way la xishoodo abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala wa qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu yiri al haya wal iimanu qurina jami'an xishoodka iyo iimaanka waa la waa la xiriiray waa la isku laray isku laray yihiin fa idha rufi ahaduhuma rufi ala akhar midkood hadii meesha uu ka baxay kii kalena uu ka baxay ayo la xibatul kiram waqtigan ku jiro waa aragtan waa dareemaysan kelmaddu halkay ku wajahantay waa dareemaysan meelaha caamka ah iyo social media waxyaabaha lagu soo bandhigayo si guud markaad u eegto fala baasa yaani in ma aragta dhalinyarta lagu baraarujiyo oo la baro hanashada lamaanaha mushkila male laakiinse qofku xaaskiisa iyo maaragta ooridiisa intuu soo kaxaysto amaama almala inuu maaragta halkaa intuu jilbaha u joogsado u yidhaahdo hadiyad baan ku siinayo faraati gacanta u geliyo maxay suuradaasi maxay tilmaamaysaabaad umalaynaysaa iyo laxibatul kiraam maxaa ka dambayn doona maxaa ka dhalanaya maxaase looga jeeda talo ma aqli xuma ku kicinaysa oo una garanaynba ninkan xaaskiisu qiimaha agtiisa ay ka leedahay mujtamaca oo horteeda keeno uu ku bahdilo aw ka dhigo maaragta sidii maaragta suura oo kale xayaysiisu ka dhigo sharafteeda iyo karaamadeeda intee in lagba hoos ay u dhigaysa waxyaabahaasoo kale hadday soo takaruraan soo noqnoqdaan quluubteedana ay ku dhibcaan marba marka ka dambaysa innaguna aan la qabsanno maxaa ka dambayn doona halaag unbaa ka dambayn doona ma garanayno qofku markuu gabar soo kaxaysta maxaaskiisiibaa qofku halkan maaragta fararatiga u gelinaya mise waa saaxiibadii sax ma aha qofku xaaskiisa suuqa dhexdiisa gacanta inuu qabsada sax ma waayo mujtamacu ma yaqaanin inuu qofku maaragta xaaskiisa gacanta suuqa dhex qabsado ama dhexda uu qabsado u yidhaa waa xaaskayga yaa yaqaantay soo ma faafinayo maaragta waxa uu samaynaya soo maaha waxyaaba akhlaaq xumaa soo maaha dib ha loogu noqdo ficilada caynkaasa markaan samaynayno een weliba social media aan ku bathinayno ku faafinayno een cid kastaba u bandhigayno hana ogaado qofka xaaskiisa intuu soo kaxeeyo amaama almala intuu u jilba joogsado ka'annamaa inuu maaragta wuxuu caabudaya ay tahay o kale ilaahay unbaa loo khuduucaa hoos la ysugu dhiga uu yidhaahda hadiyad baan ku siinaya war ilaahay aan ka xishoonno ilaahay aan u tooba keenno subxaanahu wa tacaala waxaan ka cabanaynaa waa roob la'aan waxaan ka cabanaynaa waa sicir barar waxaan ka cabanaynaa waxa weeye abaar xoolo iyo maaragta abaar xoolaad iyo tudad ayaan ka cabanaynaa sicirkiibaa kacay shidaalkiibaa qaaliyoobay shilinkiibaa isbedelay waxaasoo dhani waa dunuubteenna wey waa xumaanta aan samaynayna wey waa akhlaaq xumada aan ku kacayna wey waa dhaqan xumada dhexdeenna aan samaynaynan gacanta iska qabanayn wey ilaahay aanu tooba keenno subxaanahu wa tacaala ilaahay xaggiisa aanu noqonno subxaanahu wa tacaala aan ka tooba keenno ficilada noocaasoo kale ah inaan amaama almala aan ku soo bandhigno ama xaaskaagii ha ahaato
أما عد كلها أهات مبنانا أمام الملأ قف محرمة أما قف هوانا واحد دون تاهتين أمام الملأ أما ركتها نحن كو قبستو أما كأنما إنا دو سجودة سوكولة جلبها إنتان فريستو أما ركتها تلاهد يدبان كسينية والعياذ بالله إلهي دمبي قد نهار دافو دمبي والدين تهي نهار دافو إلهي وحيابها فساد كان الله نقر مريو أولادنا الله إنو توسيو إلهي دريق حق الله كوهنونيو إلهي روب كاي نولس إلهي أبارتها نقد القاضي حوله النبى أبار ودمنا إلهي روب دق دقة الله ينسيه روب دق دقة الله ينسيه إلهي هنا كرقد إلهي دنوب تينا يا إلهي دنوب تينا هنو إجنا إلهي روب كاد دق دق إلهي روب كاد نولس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.